وللمزيد من المتابعة ينضم معنا عبر الهاتف عضو مجلس مدينة هايدنهاوزن الألمانية حسين خضر. بعد التحية، كيف ترى موجة التضخم التي تجتاح العالم حاليا، وما هي إجراءات الحكومة الألمانية لمواجهة ذلك؟ تحية حضرتك في البداية وللسادة المشاهدين. طبعا ألمانيا أو منطقة اليورو بالكامل هي بتعاني من أعلى مستوى على الإطلاق للتضخم، وده مش مفاجأة حصلت الفترة الأخيرة بس، ولكن ده بسبب حاجات كتير حصلت في ال 30 شهر اللي فاتوا. مش أوروبا بس بتعاني منها، ولكن العالم كله بيعاني منها لحد اللحظة دي، ولسه قدامنا كمان فترة وكمان التعافي منها هيكون صعب. معدل التضخم وصل ل 8.1، دي نسبة كبيرة جدا ما حصلتش من عشرات السنين هنا في منطقة اليورو، بداية من أزمة الكورونا اللي كانت اتسببت حاجات كتير جدا وتبعات اقتصادية، ولكن كان أخطر مع الحاجات اللي حصلت في فترة الكورونا كانت تعطيل حلقات أو سلاسل التوريد اللي كانت بتعتمد عليها المصانع اللي موجودة في منطقة اليورو، وبالتالي كان في طلب كبير جدا وعرض قليل اللي بدوره أدى إلى ارتفاع الأسعار. بعد كده حصلت طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية، والدولتين ليهم أهمية كبيرة جدا لأن هم بيوردوا معادن كتيرة جدا ومواد غذائية إلى جانب المواد البترولية، وده طبعا أدى إن في طلب على المواد البترولية والمعادن أكتر من المعروض في السوق، وبالتالي بقى في ارتفاع النهاردة في أسعار الطاقة، وفي نفس الوقت تعطيل لسلاسل الإنتاج، وبالتالي بقى في ارتفاع تاني في الأسعار. وطول ما الطاقة سعرها بيزيد وطول ما الموجود منها أو المعروض في السوق قليل، بترتفع معاه أسعار كل المنتجات أو الحاجات اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية. يعني حتى لو بنتكلم على الخبز العادي، نقله وشحنه وتوريده وتصنيعه بيعتمد أيضا على الطاقة وحاجات كتيرة جدا، مش الخبز بس. المصانع اللي عندها النهاردة عجز كبير جدا في مادة الحديد الخام، في شركات عطلت خطوط انتاج عندها، في حاجات كتير جدا حصلت ادت للي احنا وصلنا له الفتره الحاليه. طيب شايف حضرتك الاجراءات اللي ممكن تتخذها المانيا خلال الفتره القادمه؟ الاجراءات طبعا اللي اخذتها الحكومه الالمانيه هي خدت بعض الاجراءات، انها تدعم الاسر، انها تدعم محدود الدخل، انها تقلل الى حد ما نسبة الضريبة على بعض المواد زي المواد البترولية، وفي نفس الوقت كان في دعم على المواصلات، لأن طبعا النهارده أسعار المواد البترولية حتى للمواطن العادي اللي بيركب عربيته وعايز يحط فيها بنزين أو سولر بقت غالية جدا بالنسبة له، بقى في دعم على تذاكر المواصلات العامة، يقدر من خلالها أي مواطن يركب طول الشهر أي مواصلة عامة داخل ألمانيا بمقابل 9 يورو فقط في الشهر، وده طبعا حدث تاريخي ما حصلش قبل كده خالص في تاريخ ألمانيا. عضو مجلس مدينة هايدنهاوزن الألمانية حسين خضر، شكرا لك.